طالب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق مندوبي الشؤون الإسلامية ومدراء الأوقاف باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية ضمن مساهمة وزارته في السعي للحد من العدوى وانتشار وباء كورونا. وأعلن التوفيق أنه أحدثت لجنة مركزية ولجان جهوية وإقليمية لليقظة، مشيرا إلى أنه تقرر تدعيم المراقبة بجميع البنايات الدينية والتعليمية والإدارية التي يشرف على تدبيرها وتسييرها مندوبو الشؤون الإسلامية ومدراء الأوقاف. وطالب الوزير مسؤولي الوزارة بتحسين من يعانون ضعف المناعة باستحسان أداء الصلوات في بيوتهم حتى الشفاء التام، مشددا على ضرورة الحرص على عدم نقل العدوى بين المصلين بالمساجد. وفي هذا الصدد أكد التوفيق على أهمية الاقتصاد بالتحية بين الأشخاص على عبارة السلام عليكم، داعيا إلى الحرص على تفادي المصافحة وعدم التزاحم عند الدخول والخروج من المساجد. وزير الأوقاف أوصى بتحسين كذلك مرتادي جميع البنيات الدينية والتعليمية والالتزام قواعد النظافة العامة، داعيا إلى إجراءات وقائية من غسل اليدين وعدم الملامسة والاحتكاك بالمصابين والمحتملين أو الأشخاص المصابين بأعراض تنفسية. وطالب التوفيق بالتقليص من مدة الخطبة والدروس بالمساجد مع إغلاق المساجد فور انتهاء من الصلاة، مؤكدا على أهمية التعبئة. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.